أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة مودة بينكم في الحياة الدنيا
wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Fa'amana lahu Lut, wa qala in innahu huwal azizul hakim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإن من الصالحين. صدق الله.